الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. قرر المجلس الوزاري للاقتصاد حذف العصائر والمرطبات والمعجنات بأنواعها من قوائم الاستيراد، وأوصل المجلس بتخفيض التعرفة الجمركية على الحيوانات الحية المستوردة للذبح مثل المواشي والأغنام لتكون بنسبة 4% فقط، ومنح المستوردين إمكانية الدخول إلى المنصة الإلكترونية للشراء بالدولار بما يغطي تكاليف الاستيراد وبسعر الصرف الرسمي. وحث المجلس الوزاري للاقتصاد على أن التنسيق بين وزارتي التجارة والزراعة من أجل تسعير وبيع وتسليم مادة النخالة لغرض أن يستفيد منها مربو الماشية. استورد العراق أكثر من 2000 طن من مادة الرز الغذائية، وذلك خلال شهر تموز الماضي من العام 2023 وفقاً لتقديرات العرض والطلب العالمي لوزارة الزراعة الأمريكية. وقالت وزارة الزراعة الأمريكية إن العراق استورد الرز من مناشئ متعددة بمقدار 2200 طن وبنفس الكمية لشهر تموز الماضي، مبينة أن هذه الكمية انخفضت عن نفس الفترة من العام الماضي التي بلغت فيها 2124 طن. كما أشارت وزارة الزراعة الأمريكية إلى أن العراق جاء بالمرتبة الأولى عربياً بأكثر الكميات المستوردة من الرز، تليه السعودية وبكمية 1300 طن، ثم الإمارات ثالثاً ب 900 طن، ومن ثم مصر رابعاً ب 500 طن. بلغت صادرات العراق من النفط الخام للأردن أكثر من 900 ألف برميل خلال الأشهر الثلاثة الماضية من العام الحالي، وأوضحت شركة سومو أن واردات الأردن للنفط العراقي خلال شهر أيار وحزيران وتموز بلغت 900 ألف برميل وبمعدل 10 آلاف برميل يومياً، مضيفة أن مجموع الاستيرادات المتأتية من هذه الصادرات بلغت 54,888,000 دولار. وأقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن الموافقة على توقيع مذكرة تفاهم جديدة لتجهيز النفط الخام بين وزارة النفط ووزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، مبيناً أن التمديد سيكون لسنة واحدة بدءاً من تاريخ دخولها حيز التنفيذ. أعلنت شركة أرامكو السعودية عن تحقيق أرباح بلغت 30 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2023 بتراجع يقارب 40% مقارنة بالعام الماضي. وسجلت أرامكو صافي أرباح بلغ 30 مليار دولار مقارنة ب 48 مليار دولار حصلتها خلال النصف الثاني من عام 2022، فيما تعتبر هذه الأرباح جيدة بالنسبة لنتائج الشركات الأوروبية. ورفعت أرامكو قيمة الأرباح الموزعة للمستثمرين إلى 29 مليار و 380 مليون دولار مقارنة ب 18 مليار دولار أمريكي خلال الربع الثاني من عام 2022. سجلت الصين الشهر الماضي أكبر تراجع في صادراتها منذ عام 2020 على ما أظهرت أرقام رسمية نشرت يوم الثلاثاء، فيما يعاني ثاني اقتصاد عالمي من طلب عالمي ضعيف وتباطؤ داخلي. وانخفضت مبيعات السلع الصينية في الأسواق الخارجية بنسبة 14.5% بمعدل سنوي الشهر الماضي، مسجلة انكماشاً للشهر الثالث على التوالي وفق الأرقام الصادرة بالدولار عن مصلحة الجمارك الصينية. وكان هذا التراجع الأكبر الذي يسجل منذ انخفاض نسبته 17.2% في شهر كانون الثاني وشهر شباط من عام 2020، عندما عانى الاقتصاد الصيني من الشلل في الأسابيع الأولى من جائحة كورونا. والآن إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وإلى أسعار المعادن.
نهاية الموجز للقاء.